هناخد شوية فانكشنز كده بنسميهم الشغل بتوع التايمرز. انا عملت تايمر وورك، فايل فاضي اهو خالص، شوية فانكشنز كده شهيرة يعني، بنعمل بيهم حاجة اسمها الشغل بتاع التايمر بمواعيد معينة اشتغل. فمن ضمنهم هم ثلاثة اللي عايزين نتكلم، سيت تايم اوت وكلير تايم اوت وسيت انترفال. تعال نتكلم على اول واحدة اللي هي ايه، سيت تايم اوت. فهعمل فانكشن مثلا اسميها برنت مسج، يبقى اطبع رساله، اي فانكشن عاديه جدا يعني. ماشي، الفانكشن دي كل فكرتها ان هي في الكونسول، هقول له دوت لوج اطبع مثلا ايه مسج فروم سيت تايم اوت. ماشي، الفانكشن دي هنقولها احنا هنناديلها يعني من ايه، من الحاجه اللي اسمها سيت تايم اوت، ونشوف سيت تايم اوت هتبقى تاثيرها ايه. كل فكره سيت تايم اوت بقول له سيت تايم اوت، افتح قوس كده، بيقول لي اديني بس الكول باك فانكشن على طول، الفانكشن اللي هنناديلها. فقلت له الفانكشن اللي هتناديلها سميناها احنا برنت مسج، دي الفانكشن اللي هتعمل لها كولينج، دي الهاندلر، دي ده الفانكشن اللي هتطير كوما، قال لي ابعت لي بالملي، بالام اس يعني بالملي سكندز، امتى عايز تنادلها از تايمر يعني نود جي اس بيتكلم مع تايمر. فقلت له مثلا طبعا التايم هنا اللي بيتحدد لها بيتحدد بالملي سكندز. ماشي، يعني لو الملي سكند كل 1000 سكند تعمل ثانيه، فلما اقول له 2000 معناها ثانيتين، بعد ثانيتين يعني خلاص. فبعد ثانيتين المفروض ان هو يفانكشن كل الفانكشن اللي اسمها ايه، اللي اسمها برنت مسج، لكن قبل كده مش هينادي على الفانكشن ديت. ده كلام جميل. فلو احنا على سبيل المثال جينا نحاول نجرب ده، طبعا الايفنت عمال يفاير ورا، معلش. طيب نود، وقلت له مش الايفنت هاندلر، لا احنا عايزين انا تايمر وورك والجي اس، انا اديله لما ارن السيرفر بس كده، ما جابش نتيجه، غاب ورد عليا. عشان ازود بس الموضوع يبقى واضح بالنسبه لنا، خليها 4 ثواني عشان يبقى باين قوي ان هو بيغيب. خلاص هعمل تروسي اوقف عفو ادوس انتر وارن السيرفر. ها ها لسه بياخد ال4 ثواني بتوعه، بعد كده رد عليا بالايه، رد عليا بالمسج. هو طبعا مسافه اما ارى الكود ده هو خلاص عمل تايمر، قوم تايمر ومستني يفاير يفاير ديت بعد 4 ثواني. طب لو انا جيت في ميثود ثانيه شهيره اسمها كلير تايم اوت، كلير ايه؟ تايم اوت، وجيت قلت له مثلا عايز اكلير التايم اوت بتاعي، فالتايم اوت لازم اربطه بالتايمر ده اللي هو اللي احنا عملنا له سيت تايم اوت ده. فالسيت تايم اوت ده مثلا هقوم عامل فار واسميه التايمر بيساوي سيت تايم اوت، فده كده هيريتيرن ليك تايمر خلاص. فما اجي اقول له كلير، هقول له كلير مين؟ التايمر. ليه؟ عشان لو عندي اكتر من تايمر، لو عندي يعني انا عايز اقوم كذا حاجه في كذا وقت مختلف، فهعرف تايمر واحد تايمر اثنين تايمر ثلاثه، وكل واحد بيقوم بوقت بيشتغل هنا. ده خلاص انا قلت له خلاص يعمل تايمر بعد 4 ثواني، قلت له كلير التايمر. الكلير طبعا هتتقري، ولما تتقري المفروض هتوقف التايمر ده ايا كان بقى ظروفه ايه. فطبعا المفروض ان هو بعد 4 ثواني هيكون لسه ما لحقش، يعني هيكون لسه ما لحقش يرن الفانكشن اسمها برنت مسج دي، هتيجي هيقراها فهيعمل ايه؟ كلير للتايم اوت. يعني لو جينا جربنا كده، شغلنا دوسنا انتر، ثانية اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، ما بتشتغلش، مش هتشتغل. ليه؟ لان التايمر انت قلت له بعد 4 ثواني اشتغل، بس قال لك ماشي اوكي، فالتايمر بدا يعد ثانيه، كان دخل اصلا قرا كلمه كرير التايمر ده، وقف التايمر ده، قام وقف، كان لسه ما عدتش الثانيه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، فحصل ايه؟ وقف التايمر خالص. ده كده بالنسبه لايه؟ للتايمر والكلير للتايمر. في بقى انترفال، دي دي مهمه برضو، سيت انترفال دي مهمه جدا. هقوم جاي قايل له سيت انترفال، طبعا برضو ممكن اعمل كلير انترفال زي ما عملت السيت انترفال بالظبط.
ف سيت انترفال هقول له برضه برنت المسج نفس البتاع دي بس كل ثانيتين. خلاص كل ثانيتين. وعملت سيف طبعا ممكن احطها جوه فاريبل اسميه تايمر 2 واقول له كريل انترفال لو انا عايز اكريل الانترفال بتاعتي في اي وقت. بس خلينا نشوف الفكره. سي شغل التايمر تاني. ماشي عملت رن كل ثانيتين. كل ثانيتين واحد اثنين واحد اثنين كده كل ثانيتين شغال. لكن باربع ثواني ده احنا متاكدين ان هو ايه؟ ان هو واقف. لكن كده التايمر بتاعي كل ثانيتين هو شغال. دي كان كده فكره سريعه على فكره التايمر السيت تايم اوت والكلير تايم اوت والكلير انترفال. يعني طبعا الكلير انترفال هتضطر تعرف تايمر 2 وتيجي تقول له ايه كلير انترفال هيضطر يقول لك اديني الايه اللي انت عايز تعمل له كلير فاقول له تايمر 2 في الحاله دي كده طبعا هيكليره. يعني طبعا مش هنلحق نشوف كده كنترول سي عشان اوقف ورن بس انتر بس على السيرفر. طبعا مش هيشتغل حاجه لانه طبعا قبل الثانيتين كان عمل كلير الانترفال وكل حاجه وقفت. بس حبيت نشوف الايه الانترفال والتايم اوت.